بقولك ايه بقى، تقولي ايه لكل بنت وكل ولد مروا بتجربة زي تجربتك، او لكل مصاب بالحروق؟ اكيد انت بتعملي كده دلوقتي صح، اه طبعا بتقويهم وبتقوميهم وتعلميهم، طبعا لانه في لسه اطفال صغيرين يا حبايبي اه مش مستوعبين ده خالص ومش متخيلين بشاعة العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. خالص فعلا. انا بقول لهم انا فخورة جدا بيكم، احنا فعلا ابطال، احنا المرحلة اللي مرينا بيها دي عليها جزاء من ربنا كبير جدا. احنا نصبر ونكمل حياتنا، ما نوقفهاش، لان احنا ملناش ذنب في اللي حصل. لازم نكمل حياتنا ولازم ننمي مواهبنا، احنا عندنا مواهب وحاجات حلوه قوي نقدر ان احنا نخرجها للعالم كله، نقدر نندمج وسط المجتمع. احنا مش قليلين، احنا شأننا كبير وقضاء يعني وقدرنا عند ربنا حاجه كبيره قوي، فاحنا لازم نكمل دوت وما نوقفوش. انت جدعه قوي، ده انا بحبك قوي. وانا جدا مستنياكي تجيلي ونقعد سوا ان شاء الله، واتعلم منك وتتعلمي مني. اكيد ان شاء الله نورتيني طبعا، يا حبيبه ليا قلبي، الشرف. انا اللي ليا الشرف بجد ان يكون ليا تلميذه حلوه كده وروحها حلوه كده وعندها السكينه والصبر والرضا والايمان ده كله. ربي يسعد لي قلبك.